انت يعني هتخليني اقعد يعني اتكلم واظهر ان انا بدافع؟ لا، هو محامي معروف حبيب قلبي ماشي، ما ده رقم اختلفتش واحد. معاه. اه طبعا، نادي الزمالك اضاف زوده لاي شويه. حد؟ نادي الزمالك يضيف لاي مخلوق، طيب بقى، ما احنا ماشي. انا قصدي النادي على الاهلي كده. يضيف لاي مخلوق. طب انت انا لعبت بقى يعني الزمالك واهلي، مش عيب لما يتقال رضا عبد المعطي؟ طيب عيب خلاص. ولا مش عيب يعني؟ يعني انا انت فرحت فينا كده كل اللي يسوى اللي ما يسواش، لان انا بدافع عنك واقسم بالله لا عايز منك لا اخش النادي ولا تعمل لي يافطه زي ما حضرتك قلت ولا ليا اي اطماع. ولما بقول امسك نادي الزمالك ده طموح عندي، ان امسك الزمالك وامسك النادي الاهلي، حد يشاركني في هل انت طموحي؟ مؤهل علشان تمسك الزمالك او الاهلي؟ اه طبعا مؤهل. مؤهل. اه خدت ايه يعني السيره الذاتيه بالنسبه جاهل لا، انا بتكلم على البطولات، ما بتكلمش. حبيبي. بطولات ايه؟ هو مين هو كابتن انا حازم؟ اللي بسال، مش مرتضى منصور. يعني هل انت حضرتك اه مؤهل مؤهل علشان تمسك مؤهل الاهلي او الزمالك امسك ومنتخب مصر كمان. ومنتخب مصر؟ اه هو كابتن حسام البدري ده كان جاي مدير كرة، نط على ان يبقى مدرب ثم قايم باعمال مدير الكرة بس هو وبعد واخد كده بطولات. حبيب قلبي اي حد يشتغل في النقابة. عم حارس يجيب بطولات؟ طب ما هو لما راح انبي ما خدش بطولات ليه؟ راح المريخ السوداني وخد يا بطولة. عم هناك في المريخ برضه زي هنا اهلي وزمالك، يعني انت برضه رايح في حته فيها بطولات وفيها فلوس وفيها امكانيات. ده في الفتره دي كانوا بيصرفوا اكتر من الاهلي والزمالك. هو انتوا كل ما حد يتكلم ويزني يقول لي ايه البطولات اللي انت ما تمسكني يا جدع بعد كده تبقى تعرف اذا كنت هتنيل ابقى كويس ولا ايوه، بس انت ما صعدتش فرقه من القسم الثاني من واصعد الدوري ليه؟ الممتاز. واصعد ليه بس بعمل حاجه ما حصلتش يعني؟ مسكت كام فرقه يا كابتن رضا؟ كتير. كام؟ ما اعرفش، اسال. تقريبا والله ما اعرف، ما 10. ببعدش يعني. ابرزهم دمنهور، طنطا، طنطا، الانتاج الحربي، اقربهم كان طنطا انك تصعد للممتاز. 3 سنين، 3 سنين ورا بعض، وفي سنه توقف فيها النشاط وكنا ماشيين تاني، وساعتها كانوا بياخدوا ثلاث فرق. هي دي السنه الوحيده اللي طب الدوري. ايه الاسباب اللي تخلي رضا عبد العال اللي هو النجم الكبير واللي هو صاحب رؤيه فنيه واللي هو عنده القدره انه يدرب الاهلي او الزمالك ما يصعدش الفريق من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى او عوامل بقى، للممتاز؟ خش حكام وخش بيدفعوا فلوس وبيشتروا لعيبه من عندك وبيشتروا لعيبه من الفرق التانيه. يا عم اسلام هو اللي بيصعد ده، هو بيصعد مش عارف. يا عم اسلام بقى خلي الطبي مستور. ما ده وبعدين احنا عايزين نصعد بمجهودنا مش بعوامل خارجيه، مش نروح نقعد في الساحل الشمالي شهر عشان يجاملوا مش عارف فرقه تطلع وتصعد بعد ما كانت متاخره 11. ايه يا عم اسلام؟ لا، ايه ده، انا مش فاهم. اه خلاص اقلب لا لا، اقلب مش اقلب. فاهم. لا بص لا، مش طالما ما فاهم. تعرفش كواليس لا الدرجه لا، الثانيه مش يبقى ما فاهم. تتكلمش فيها. انا اشتغلت اكتر من 5 6 سنين في الدرجه يا الثانيه. المفروض تبقى عارف. يا انت حضرتك اللي بتقول. ما انا بقول لك تبقى المفروض ماشي، عارف، لكن عارف ما تحت ينفعش. تحت يعني. مش عايزين بقى نتكلم عشان ما نخسرش حد، وفي ناس حبايبنا اصلا. ايوه، بس ايه اللي حصل في الساحل الشمالي؟ ما اعرفش. اسال اسال وانت تعرف. لا، ما حضرتك هقول عندك لك بعد كواليس. الفاصل، هقول لك بعد الفاصل. طيب نطلع فاصل، جاهزين بفاصل ونرجع بقى نشوف رأي كابتن رضا عبد العال في تجديد عقد وليد سليمان ورحيل حسام عاشور وشريف طب قبل إكرامي ده بس والنبي، بس وتمديد والنبي عقد. قبل دي قبل اتفضل. دي عشان المرة اللي فاتت لما المستشار مرتضى اتصل بحضرتك وانت قلت لي المستشار عايز يخش، مين اللي قال لك يخش؟ انت مين اللي قال لك يخش؟ حضرتك قلت لي. طبعا. حصل؟ طبعا. مين اللي قال لك يخش؟ ايوه. طيب ايه هو على بس فكره ده خلاص طبيعي جدا وهو حقه انه يدخل. طبعا انا ما عنديش مشكله، هو ولا عايز حق يخش اي يخش. حد، حق اي حد يطلب الحق الرد من حقه انه يدخل، اي سواء حد، بقى انا وانا ما مرتضى، عنديش اي مشكله. الخطيب، ابراهيم عصام، مع كامل الاحترام لكل الناس، يعني مش في ناس اي بيقولك ما حد من يخشش؟ حقه انه عايز يدخل. لا، ما ينفعش. لا اي مش في ناس حد. بتقولك لا لو لا، دخل هتصير. الفير احنا بنشتغل انا فير. قلت لك ايه؟ وحياة ابنك احنا قلت لك ايه؟ هي تقديرًا طبعًا مننا لحضرتك، وفي نفس الوقت حق إن مرتضى منصور كان يدخل أو انا أي حد رفضت تاني. لا طبعًا. وقلت لك ايه يخش؟ ده انا بالعكس عايز يخش وعشان نتكلم، لان هو بالكلام ده فرح فينا ناس قاعده، والناس دي كانت طلبت ان انا اروح عندها وعرضت مبالغ والله خياليه. أنا شايف إن المداخلة طبيعية جدًا وعادية، وحضرتك رديت بس انا ما وهو سمعتش، رد وهو معلش بس انا ما سمعتش. والأمور. وكان ليا أنا بس ضد الناس اللي بتقعد انا ماليش دعوه بالناس.